بجد تحية لحضرتك ومعي لؤي وائل نجم فريق الجونة ومدافعه. كابتن لؤي، يعني طمنا عليك قبل أي حاجة. لا والله الحمد لله، كانت كرة عالية وأنا نازل حسيت كده بالسمانة وجعتني شوية، فحبيت لنا يعني حد ينزل مكان يكون أفوق ويكون لسه فريش ويساعد الفرقة أكتر. فبس الحمد لله يعني إن شاء الله يومين ثلاثة والدنيا تبقى زي الفل إن شاء الله. يعني قبل ما نتكلم عن المباراة فنيا، اختلف الوضع تماما مع الكابتن رضا شحاتة؟ لا والله الحمد لله، يعني هي بس كان عندنا السنتين اللي فاتوا سوء توفيق مش طبيعي. الحمد لله السنه دي ربنا يعني موفقنا بشكل كبير، الحمد لله بنلعب بنظام كويس، اللعيبه كلها ما شاء الله على قد المسؤوليه، اللعيبه كلها رجاله، مع ان السكواد يعتبر كعدد اقل من الموجود كان موجود السنه اللي فاتت، بس الحمد لله يعني كلهم رجاله وكلهم بيأدوا المطلوب وكلهم يعني بيعملوا اللي المدرب عايزه ومحتاجه، فالحمد لله يعني ان احنا ماشيين بالشكل ده وان شاء الله ربنا يديمها نعمه. يعني فنيا بعد الهدف تراجعتم تماما الى الدفاع وبتلعبوا على الهجمه المرتده، هل دي تعليمات كابتن رضا ولا ده قلقكم على الهدف وقلقكم على الثلاثه بطل؟ لا خالص والله، احنا كابتن رضا دايما كان عايزين نلعب على الارض ونلعب كوره. يمكن بس الشوط الاول بعد ما جبنا الجول، احنا اصلا الشوط الاول كان الدنيا في هواء هنا في الملعب، فالكوره دايما كان غصب عننا كان لازم نلعب على الطويل والفرقه كلها تبقى تحت الكوره عشان الهواء كان ضدنا. بس الشوط الثاني حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نلعب على الارض ونبدا الهجمه من تحت، بس يعني خلاص بقى كان وقت عدى ان احنا حاولنا نجيب جون، حسينا ان هي مش ماشيه، فقلنا طبعا مش ماشيه اللي هي لعب والدنيا كده تمشي رجوله، فكنا بقى طولنا تحت الكوره وكلنا مدينا بقى جري وتعب ورجوله عشان نطلع بالثلاث نقط. يعني اتمنى لك كل حبيبي ربنا يخليك يا رب. شكرا شكرا حبيبي. ده كان لقائنا مع نجم فريق الجونه ومدافعه هو الكابتن لؤي وائل، والان عوده من جديد الى الاستوديو التحليلي.